عاودنا شي مساء يفهمني. الوحيد اللي كان تيفهمني في انستغرام شكون هو؟ هو الياس المالكي. شي وحده اخرى حتى شي واحد ما عمره فهمني. تنجبد معاك قصه وتتعاود وتتمشي معايا في القصه. الياس المالكي الوحيد اللي كان تيفهمني. بيان سير. وبالنسبه اخايا فلوجه بغيت نسولك بالنسبه للي لايف اللي كنت كدير واش فيهم شي مدخول مادي ولا ما فيهم والو ما فيهم ربح؟ شوف خويا عمرني ما دخلت شي ريال من انستغرام وما باغيش ندخل في انستغرام وعندي البادج وما تنديروش وما تنديروش. طاقيو المالكي يا الخور طاقيو المالكي. انت تدخل فلوس من انستغرام من الريلز ياك؟ اخويا الريلز صراحه فيديو واحد ضربت فيه مليون دخلت فيه فلوس. ولكن واحد القضيه غير في ميريكان. اكزاكتلي في ميريكا. اوكي شحال دخلتي تاع فلوس في انستغرام؟ لا نجاوبك بريفيو كيما نجاوبكش في اللايف. تقريبا. ما نقول لكش اخاي فهمتيني راه كيف برايفت كويشن نقدر نجاوبك. لا ماشي برايفت ماشي 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 برايفت. دابا انت عندك تيك توك؟ تيك توك صراحه ما كنديرش فيه الفيديو. درت فيه واحد النهار ضربت 4 مليون فيو ولكن تما ما صعب. ما تديرش لايفات في تيك توك؟ لا ما كنديرش اخاي في اللوجه. برافو. يعني انت ما تقبلش ديك السعايه في تيك توك صيفطوا لي ولا عيب؟ لا صراحه ما انا ماشي هنا للنسعى ولا فهمتيني. كنديرها كواحد الهوايه صار السوشيال ميديا وصافي. كنديرها برافو باش كنكون صايق مع كيف كتعرف الريموت. الخدمه ديالك الخدمه ديالي ممله. المهم عندك هاد التصوير فهمتيني كياخذ الوقت وفهمتيني كيعمل لي الوقت ديالي فهمتيني. داروا كهوايه خاف اللوجه. ولكن واحد القضيه انت مشيتي خدمتي مزيان على البروفايل ديالك خدمتي مزيان. اكزاكتلي كان عندي واحد البارتنرشيب مع واحد خونا كان كيعاونني زعما كان كيصاوب لي فيديوز كنت كان وبلاصه خايف اللوجه. كان واحد الحاجه سميتها الاستمراريه. كندير الاستمراريه يوميا كنقلوص يوميا كتشوفني اكتيف اولويز اكتيف. واحد القضيه الدراري تيكتبوا هنايا تيكتبوا عليك بان هذا سعاي. الدراري باش نقول لكم هذا الدري هذا جون مازال صغير مازال ما وصلش للثلاثينات عايش في امريكان مزوج وطلق وعايش الحياه وخدام شيفور حيت خاصهم يكونوا عندك المصاصط ديال تا شيفوري. يا والله خويا باش يعجبني غنكمل لهم باش يعجبني. انا تيعجبني بنادم اللي تينوض مع الخمسه الصباح وتيضرب تماره وتبقى صايق وتيضرب تماره تيرجع لدارو يعني خدام على راسو. شي واحد طاقة طوفو اطاقيو طوفو الخوت راه درت عليه فيديو. لا طوطو لا ماشي طوطو طوف طاقيو المالكي وطوفو. راه واحد خونا كيطلع معانا هنايا كصيفط ديال المالكي ولكن كنظن فيك ماشي المالكي هذا فيك. شوف الياس المالكي ما بقى باغي يطلع مع حتى شي واحد فهمني. وصل لواحد النيفو ديال نسى الاصدقاء ديالو فهمتيني. من حقه يبعد من الاصدقاء ديالو فهمتيني. كان ولكن واحد القضيه خويا كان خاف فلوجه راك واش كاينه شي تبويقه ديما تبويقه انت كاين تبويقه. ويلي واش اوكي فلوجه خويا واش انت مستقر حاليا في المغرب ولا مستقر في الديار الفرنسيه ولا الايطاليه؟ لا شوف انا عايش في سويسرا وعايش في طاليان وعايش في المغرب. وتمشي لسويسرا والطاليان بزاف. مول عين لا خويا طارق هذا واحد الشلح تيخول الباكيه البوا وتمشي تشرب بها مسخوط الوالد. لا باش تشرب اخويا في الكاميو ها في الرموز. السلام عليكم. هذا تا هو شيفور. شيفور السلام عليكم خويا. كلشي مزيان لاباس عليك الله يحفظك. تحياتي والله لمزيان. الله يبارك فيك. مول عين طارق تتعرف هذا الدري اللي في امريكا تتعرفوا؟ هذا تريك تراك بيلوت. لا عرفته شيفور مقوت يعجبني. كيسوق داك الاورو تراك ديال الميريكان داك امريكان تراك. ولكن يعجبني هذوك. هذوك ما كيدخلوش في المغرب. هذوك كانوا ديك الساعه ايام ديك فولفو تيمسح مع عندك قمقوم داك الوجه. دابا انت وليتي شيفور ملعيم وليتي شيفور ديال رموك ان شاء الله. لا ماشي شيفور اخويا. انا عندي شركه ديال الترونسبور عندي رموك. ولكن انت تسوق الرموك؟ كنسوق. ولكن تخرج به برا؟ لا لانترناسيونال عندي الشركه ديال الانترناسيونال.
يعني انا الشركه ديالك ولا الشركه ديالك ولا نعطيك كلمه باش نقول دابا انا معايا شي فور من الامريكان ومعايا واحد تاو عنده شركه ديال ترونسبور وشي فور ديال الرموك في المغرب انا في نظري هذا اللي في المغرب تيصور احسن من هذا اللي في امريكان دو بعضياتك قول لي اش كاين لا اللي في امريكان كيصور واقيلا اكثر من شي فور ديال المغرب باش نفهموا لا عرفتي علاش دابا يقدر دابا شي فور ديال اوروب ديال امريكان يقدر دابا مثلا كيتخلص مثلا 3 مليون 5 ولا 5 ونص على ما حسب علم ديالي انا تيصور 20 مليون 20 مليون او دا في اللوجه 6 مليون اللي كيجبها في السيمانه هنا 20 مليون في الشهر مثلا بالدولار ولكن 20000 دولار شي فور ديال المغرب اللي كيدير مثلا الانترناسيونال بحال مثلا على حساب الفياجات ديالو على حساب الفياجات ديالو مثلا مشى مثلا اكادير برشلونه ب 4500 درهم ولا 4000 درهم يعني في الشهر يصور 2 مليون المهم لا طار يصور 15000 درهم لا دار ثلاث فياجات في الشهر مليون ونص لا طار ينوضوا فيه البويزر على مليون ونص جاوبوا اخويا بيلوت جاوبوا قول لي اش كاين لا هي اخويا هي بالنسبه للسياقه ديال الشاحنه في امريكا عطينها واحد القيمه كبيره اخويا مع كل احتراماتي للشيافر كاملين ديال العالم والشيافر ديال بصح معقوله كان اخويا كيعطيو قيمه للسائق عربه الشيافر عرفتي علاش اخويا راه بدون بلا شيافر راه الماكله ما توصلش عندك للسوبر ماركت ما توصلش عندك للطبله راه حنا كنوصلوها عندك باش انت تاكل فهمتيني راه الايكونومي ديال الميريكان راه كيدور على الشيافر حنا اللي كنوصلوا المغرب كنوصلوا لشي كامل الفكره هو اللي هز المغرب اكزاكتلي وبلاص اخويا ذا فيرست ثينغ اول حاجه كتعلمها باش كتبدا تسوق الرموك في ميريكان هي السيفتي السلامه ولكن المغرب ما كان لا سلامه لا والو كتلقى بنادم دار بجوان وصايك هز كافي بنادم فهمتيني دابا السيفتي اخويا هي فيها بزاف ديال السيفتي وفيها صداع الراس ولكن هي واحد المهنه فيها الفلوس ولكن اخويا فيها صراحه دابا الخواطر فيها ديال البيدجي ديال الشيفور تما في امريكان شحال كيتخلص مثلا غير الشيفور ماشي مول الشركه غير الشيفور البيدجي اخويا البيدجي المايل تخلص المايل ياك على حساب كاين هي عده عوامل كاين اللي كتخلص بالمايل كاين اللي كتخلص بالساعه وكاين اللي كتخلص النهار فهمتيني لا اللي مثلا شي واحد مفيكسي مع سوسيتي مفيكسي معاه كيخلصوا الشهر شحال تقريبا خويا في الشهر ما كانش الشهر كيديروا السيمانه كيخلصوا بالسيمانه هنا السيمانه اللي ما كيجيبش كيجيب 1500 في السيمانه 1500 يعني 6 1000 مليون و500 في السيمانه 6 في الشهر اضرب 6 في الشهر هذا سائق كما نقولوا خارج المدرسه راه طارق راه داكشي اللي قلت لك يقدر يوصل 6 5 ونص هنايا مثلا بحال دابا مثلا بحال دابا مشى مثلا اكادير بيربينيون فرنسا غيمشي لك 5000 درهم غيمشي ب 5000 درهم فواياج فيه مثلا سيمانه دابا انت تعطيه الكاميو مثلا انت مخلص مول الشركه انت مخلص اكادير بيربينيون يو بروز ليسن يعني لا طار غادي يصور خليني اخويا اسمع لي نجاوب هاد الناس اللي كيديروا لي كومونتير هاد الكونت اللي هنا راه ماشي الياس المالكي راه فوق اكونت خويا في اللوجه هبط داك الياس المالكي راه فوق اكونت هذا لا ما تنطلعوش انا هبطوا علينا اسمع لي اخويا المقاطعه ماشي مشكل بحال دابا مثلا الشيفور مثلا دار ثلاث فواياجات ديال اوروبا يقدر 14000 درهم 16000 درهم بحال هكا فهمتي 15000 درهم مزيانه تتبقى لي نقيه هذيك 15000 تتبقى نقيه حتى هي كنا على حسب طريق مزيانه 15000 درهم راه مزيانه بالنسبه للمعيشه ديال المغرب الشيفور راه كيعيش كنهضر لك على الطريق تياكل على حساب الشركه شوف كنهضر لك على الشيفور ديال الانترناسيونال على الرميك ديال الانترناسيونال فهمت كيعيشوا كتلقى دابا شي فور ديال الانترناسيون كتلقى عنده طوينيبيله زوينه مجوج عنده بريت ما فهمتي عايش الحياه ديالو حتى مليون ونص في المغرب هذيك فاش تخربق مليون ونص ديال الله يخليك الوالدين باش تعرف حتى ماك بالسطيب حتى شوف انا المخير في اوروبا تعطيه مليون في الشهر يرجع يعيش في المغرب ويعيش في المغرب مالو ما يعيشش في المغرب المخير في اوروبا اييه والدراري كيعيشوا فهمتي كيتسركلوا في اوروبا كيضربوا هولندا كيضربوا فرنسا كيضربوا فهمتي كيتسركلوا كيعيشوا مع راسهم ولكن الاغلبيه ملعيب تيديروا فيزا ما تدخلوش عندهم كارت سيجور لا كيديروا فيزا على حسب الفيزا اللي كيعطوه براو فيزا الشركه اللي كتصيفها لي بحال دابا انا مثلا ديكلاري معايا جوج شوافر باش يلاه يشدوا الفيزا دابا راه عندهم رونديفو قيلات اللفان ديال الشهر
تيعطيهم الفيزا ديال العام ياك؟ لا لا على حساب 3 شهور 6 شهور على حساب. كلشي على حساب الشركة. على حساب الشركة. واش جا خويا مقيم في المغرب ولا في اوروبا؟ لا لا هذا الشركة ديال الشركة ديال الربوكات في اكادير. انا عندي الشركة ديال الترونسبور في اكادير. عندي البلازمات انا عندي الفولفو هي اللي كندير. تبارك الله. أنت في اللوجة أخويا شنو كدير أخويا في اللوجة في العمل فاش خدام؟ أنا أخويا تبيع المعسل. كيبيع المعسل هو هو كونتربوند هو الصحراوي. نوريك نوريك نوريك. لا هو هو من دراري ديال العيون هو هو من دراري ديال العيون. العسل برو العسل. تحية لدراري ديال العيون. تحياتي يا برو. الكونتربوند راه عنده تويوتا. واش العيون واش العيون الشرقية ولا العيون الصحراوية برو؟ أنت. لا لا ناضي 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 خفلوج شوف طاري خاصك تويوتا دابا خاصك تويوتا فانجا خاصك تويوتا والشد ايه فانجا بشحال كتفسر مع جبرمية بشحال الديوان انا تنبيع المعسل تنبيع المعسل كاي كاي تبارتو شدي المعسل غالي المعسل المعسل لا انت ما تديرش شيشه اخويا تروكر اخويا في اللوجه كان بعض المرات فهمتيني بعض المرات صراحه بعض المرات ممكن فهمتيني الانسان كيقول لك دنيا ودين الانسان انا صراحه واحد الانسان كيبليفي كان امل بالويكاند كنضرب تماره 5 ايام كانت في الويكاند ديالي كنريح كنت غادي ندوي معاك البال على هذا الموضوع كنت مع دوغلاس ولكن كان دوغلاس كان دوغلاس طلعوا لنا دوغلاس دوغلاس راه كاين طلعوا لنا بالرجوله خاصو كاين دوغلاس الا كان دوغلاس ولا طلع لا ما كاينش دوغلاس نشوفو دوغلاس اسمع لي يا برو كنت كندوي لك البارح كنت سمع داك الموضوع اللي كنتو كدوي عليه على ريد بيل زعما قلت تابيك واحد الموضوع زوين باغي صراحه كنت باغي ندوي مع دوغلاس مروان ولكن ما لا شوف باش نطلعوا الضيوف باش نطلعوا الضيوف بغيت ندوي معك انا في واحد واش مستعد ندوي معك في واحد 5 دقائق في واحد الموضوع انت دري انت مرحبا شحال في عمرك بيل وشحال برو شحال تعطيني اخاي في اللوجه انا نعطيك زيكتون سفايتي انا نعطيك 26 لا برو لا 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 برو 22 اخاي في اللوجه عندي 22 سنه اوكي 22 سنه دري بوغوس زوين فورما خدام العاقه كاينه الحمد لله تيجبد المهم تيخدم شوف انا اللي تيخدم تنحتارمو اللي فنيان ما تنحتارموش انت دري بوكو ولكن شفتك مؤخرا في واحد ستوري وصلت لك ميساج شفتك مع واحد الفتاه لاتينيه مرتديله برجلين كاشيره ودايرين لها رجلين يعني انت احسن منا كيفاش علاش واش ما قدرتيش تدبر في شي قنبوله نتايا انت دري في شكل وما قدرتيش تدبر في دريه قنبوله هي هي في اللوجه هي كنحترم الراي ديالك اخي في اللوجه كاين انت واحد الانسان ما عجباتكش ديك السيده ولكن ديك السيده اخويا صراحه هي واحد الانسانه ماشي زعما اللي بغيتها على الجمال ديالها لا هي صراحه واحد الانسانه كيف كنقولوا واحد الانسانه ظريفه ولكن باقي كندير ليها التيست ما جاش زعما احنا في الحب ولكن باقي في الباس مازال ما وصلنا لواحد المستوى واحد الدري قال لي سبريك نزيدوش في اللوجه سبريك نزيدوش اي شايزي كنعرف ديك الكلمه سميتها شايزي ذاتس ذا اونلي شايزي الالمانيه يا خويا تندوي بالالمانيه شوف خو باش نجاوبو تندوي بالالمانيه وتندوي بالانجليزيه وتندوي بالفرنسيه وتندوي بالطاليانيه وتندوي بالاسبانيه ولكن تنفضل ندوي بالعربيه ملي تيطلع معايا بيروت ندوي بالعربيه لان بيروت كبر في امريكا وتيطلع معايا وتيدوي معايا بالعربيه يعني خاصني نشعر بيروت فهمتيني غير هو بيروت واش ما تتفكرش تجوج واش نكذب عليك ولا نقول لك الصراحه اخي في اللوجه باش ندخل معاك في الصميم ديال الموضوع الصميم اخويا انا عجب صراحه فهمتيني ما
انا شخصيا انا زهوان. شوف انا تا انا زهواني انا، راه هو اللي غنى عليا ولد حواد داك الديس تاع سولو سولو يحكي لكم ما جري. لا 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 خويا خويا فلوجه، انا زعما بيزو الاكسبيرينس ديك التجربه الاولى ديال الزواج اللي دوزت منها، انا حاليا ما كنفكرش نتزوج فهمتيني. زعما خويا زعما خايف فلوجه نقول لك دابا الزواج شنو هو زعما الهدف من داك الزواج اخويا؟ هو كنولد ولاد وصافي. ولكن انا صراحه اي اونستلي حاليا ما كنفكرش نتزوج، لقاش اخويا الزواج داك الشيء اللي يعطيني الزواج ما نقدر نمشي نجيبو غامبرا فهمتيني. لايك واتس فهمتيني واتس ذا بوينت فروم جيتينغ ماريد اخويا فلوجه فهمتيني. ستابيليتي نو ستابيليتي مزيانه، ولكن ستابيليتي خاص فهمتيني انت تشوف الحياه الدور 55 دوله عاد دير ستابيليتي وجلس فهمتيني. ولكن اخويا انا باقي صغير، واش داني شي زواج اخاي في اللوجه فهمتيني. زعما انت قول يعني الميساج فلوجه الله يرحمك الوالدين عطاني كلمه خذ خويا في اللوجه. سمعتك البارح قلت واحد الهضره وبغيت نقولها لك. سمعتك انت قلت البارح قلت واحد الهضره يا ربي فكرني في الشهاده، قلت ديك الهضره ديال مان والله تنسيت اصاحبي، كنت باغي نقول لك واحد اللعيبه ونسيتها اخويا. اوكي يعني نتايا نتايا تتفضل تبقى سيليباتير ديال راسك تعيش الحياه. انا متفق معك عند تجربه، متفق معك لان الحياه الزوجيه حياه ضنكة، حياه ديال القلاوي فهمتيني. علاش؟ حيت تدخل الحبس، ملي تدخل الحبس كاين اللي تيقدر على الحبس وكاين اللي ما تيقدرش على الحبس. كاين اللي تيتحكم 25 عام ولا المؤبد تيصبر، وكاين اللي تيتحكم 3 سنين ما قطع عليها امتى يخرج. دابا الحياه الزوجيه بحال الحبس. اوكي باش ندخلوا في الصميم ديال الموضوع، انت دري بوغوس انت دري زوين ما خاصك والو، تبارك الله وصل عنبي، عندك الفيزيك هو هذاك، عندك الفيزاج مقبول. واش يدوزوا عندك دريات البريفي تيعرضوا راسهم عليك وتيبغوا يتعرفوا بيك؟ باش نكمل معك الموضوع، انا عطيتك سؤال، واش كاين هذه القضيه؟ كاينوا بزاف، واحد العدد كبير وصلنا اخويا وفهمتيني. ولكن انا واحد صراحه فهمتيني زعما عندي قناعه، قنعت اخويا شفتو قنعتو صراحه. دابا ما قلتش لك انا شفتي قناعتي. ما فهمتيني ما كيجذبونيش دوك البنات اللي كيصيفطوا ليا، ما فهمتيني زعما عادي كنشوفهم كفتيات وصافي. لا ولكن ما اثيراتكش شي وحده لاتونسيون ديال شي وحده؟ لا اخويا ما حتى وحده ما دات الاتنشن ديالي. لا عجبتك وعمرتي وحده عيطات لك في ابل بريفيو دويتي معها؟ درت ابل فيديو تلاقيت معها. عندي الدلائل بانك عندي لي سكرين بانك دويتي مع دريات في البريفي. ويلي واش انت صيفطتهم في اللوجه؟ شوف انت احنا وصلنا اخي في اللوجه بعيد. عندي دلائل واسمعني. شوف انا ما بغيتش لحوم في الستوري لانك عزيز عليا وصديق ديالي، دويتي معاهم ولا باش تيشيرت ولا عيبات شويشيات. لا 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 في اللوجه لا ما كنتش لابس تيشيرت. انت باغي تشد فيا انت جاي؟ لا ولكن با في اللوجه هذه ما كايناش. عطيني لورد اللحوم في الستوريات. ما نعطيكش لورد اللحوم في الستوريات ولكن اخاف لا عطيني لورد اللحوم كل شيء في الستوريات. انا شديتك اليوم، شوف اليوم شديتك. عطيني لورد قول لي في اللوجه خذ راحتك، حيت انت عزيز عليا. انت بحال نقول لك انت بحال ولدي مثلا. انا عندي شوف انا عندي ولدي عنده تسنى ما تقطعش. تقطع معايا. انا عندي ولدي عنده مثلا 21 سنه قدك، دابا انت تتعامل معك بحال ولدي. انا ما نقدرش نضرك. خليل مليسا، خليل ماي براذر، خليل مليسا. تحياتي با خليل. ولكن الا عطيتيني لوغدغ خليل مليسا صديق ديالي تلاقى معايا وصديق